دي افلام جيده جدا، ممكن تكون فقيره انتاجيا ولكنها غنيه ابداعيا. في شباب مقدمين افلام قصيره بالغه الروعه، جيده قوي، فيها افكار جيده مبشره. وعندنا افلام من البلاد العربيه، من اليمن، ومن في فيلم من اليمن جميل جدا، مدته 5 دقائق بس، 4 دقائق حتى، جميل، مخرجه اسمها سوسن العريقي، فيلم جيد. وعندنا فيلم من السعوديه كمان، فيلم مدته 3 ساعة. وفي فيلم من المغرب اخراج عزيز اخوادر اللي هو مدير مهرجان زاجوره في المغرب. وعندنا فيلم من تونس وفيلم من الاردن، ده غير الافلام المصريه اللي بيتراوح طولها ما بين 4 دقائق و5 دقائق، وفي 7 دقائق، وفي 12 دقيقه. كلها افلام شابه معموله بكاميرات بسيطه. والرائع بقى والعظيم في الموضوع ان الشاب عنده فكره وعبر عنها بالسينما، والوسائل السينمائيه زي الكاميرات والانتاج والاضاءه والمونتاج والاجهزه ما عطلتوش، ما كانش في اعاقه من ده، هو تجاوز هذه الاعاقات وعمل فيلم. مكتبة دمنهور يعني طبعا يعني دي ملك الدولة، واحنا خدناها واشتغلنا فيها، يعني كويس ان احنا احيينا فيها نشاط، يعني عمرناها لهم بدل ما تبقى يعني خرابة، يعني اشتغلنا فيها. يعني ايه المطلوب يعني من الدولة؟ يعني مش عايزين بس اعاقات ولا تعويقات ولا بيروقراطية، وعايزين الناس تنفتح. وزي المغرب، المغرب كل المهرجانات اللي فيها بتعملها جمعيات أهلية، يعني المجتمع المدني. فكفاية بقى بيروقراطية، وكفاية تعويق، وكفاية بقى يعني تنطع، خلوا الناس تشتغل وخلي الشباب تنطلق. ما يجوش بقى يقولوا الشباب والتعصب والفتن وهذه الأمور. ما الشباب بروح ليه للتعصب وبروح ليه لهذه الأمور؟ عشان محبط. فكرة بتتولد في عقل شاب عاوز يعبر سينمائيا، اذا ما خدش فرصه وما طلعش فكرته من الاول هيحبط، وفكرته دي هيتردم عليها بالتراب ويروح يتجه اتجاه تاني. لكن لو لقى حد بيستقبله بيسلط عليه الضوء وطلع فيلمه، مهما كان الفيلم قصير او انتاجه فقير، هيفكر يطور تجربته المره الجايه ويعمل عمل تاني، وهيبدا يقرا وهيبدا يطلع وياخد دورات ويشوف سينما. بعد كده يطلع منه مخرج. اهو المخرج يجي ازاي؟ او الكاتب السيناريو يجي ازاي؟ يجي من بهذه الطريقه. فهو يعني بيديهم اول الطريق، المهرجان بيفتح لهم الطريق، وبعدين بيلتقوا مع بعض، بيتبادلوا خبرات، اللي جاي من المغرب واللي جاي من سوريا واللي جاي من فلسطين واللي جاي من اسكندريه واللي جاي من بني سويف. يعني ده يعني بوتقه بيلتقوا فيها كلهم ويتبادلوا الخبرات. اكيد هيحصل فيه يعني تطوير. السنه الجايه ان شاء الله المهرجان هيضم كل هؤلاء ويضم عليهم ناس جداد. ده طبعا يعني بالتاكيد ان ده غذاء رافد بيغذي في يصب في نهر السينما المصريه. اتمنى ان السينما المستقله تلاقي صالات تعرض فيها. ده مهم جدا ان احنا يعني نشوف حل، ما يبقاش الامر قاصر على السينمات اللي في وسط البلد والناس بتروح تقطع تذاكر فيها وفي شباك وبتجيب فلوس كتير قوي لتجار السينما، ومعروف طبعا هم مين تجار السينما، ومعروف مستوى الافلام اللي بيقدموها، ومعروف المستوى الافلام دي فيها ايه، وبتدغدغ احاسيس مين. لا، احنا عندنا السينما مستقله فيها فيلم روائي كامل متكامل مدته 90 دقيقه او اكتر، وبيتناول قضايا وموضوعات من واقع وصميم المجتمع المصري. ولما يطلع يمثل مصر بره الناس بتقول اهي السينما المصريه المعاصره اهي. فطبعا هذه الافلام عيب انها تتعرض في الخارج ما تتعرضش هنا. يجب يكون في صالات بديله عن الصالات اللي موجوده حاليا في وسط البلد. يعني احنا النهارده يعني هنقف في الصاله دي، تقف عقبه قدامنا، لو اتفتح الصاله
وتذكرة يمكن تكون أقل من اللي موجودة في سينمات وسط البلد، الفيلم هيلاقي جمهوره.